أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا العدد الأول من هنا الكان اللي باش يكون فيه مواكبة مباشرة لكل تفاصيل عناصر منتخبنا الوطني التونسي في مسابقة كأس أمم أفريقيا. المجلة هذه هي من إعداد الجامعة التونسية لكرة القدم. موعدنا إن شاء الله بإذن الله باش يكون يوم كل يوم باش تلقاو تفاصيل تقريبا اللي تعيشها العناصر تاع منتخبنا الوطني التونسي كامل اليوم، ايضا حصص تدريبيه وان شاء الله نهار المقابلات وما بعد المقابلات والتصريحات وكل الكواليس الخاصه بمنتخبنا اللي وصل نهار الاربعاء في الليل في رحله خاصه من مطار تونس قرطاج. نرجع على تفاصيلها بعد شويه، ولكن قبل ما ينطلق من مطار تونس قرطاج في مقر اقامته في تونس كان انا جزء هام جدا من تربصه في تونس العاصمه. الجزء الاخير واليوم الاخير في تونس العاصمه عرفنا فيه جزء احداث الحدث دون هو لاعبيتنا خلال دروس نعرفوا ان المقابلات بشرعه بقوانين جديده تاع التحكيم اللي كان اعتمده من الاتحاد الدولي لكره القدم، ولعبوا في الحقيقه جزء المقابلات الدوليه الوديه ضد كرواتيا وكذلك ضد البولندي بالقوانين الجديده، ولكن كل التفاصيل والجزئيات كانوا عاشوهم وتبعوهم مع مدير الاداره الوطنيه للتحكيم سيد عواز الطرابلسي وكذلك مع السيد هشام جيرات رئيس لجنه التعيينات. هتشوفوا مع بعضنا تفاصيل هذا الموعد التثقيفي الهام بالنسبه للاعبين. كما تعرف القوانين الجديده نتاع السيرتول للحكام داخله في الكره وتحب ولا تكرم، انا القوانين هذه تنجم تبدل لك نتيجه سواء في البوزيتيف ولا في النيجاتيف. هذول هذه حاجه بيا جوال باش تثقف يبدا كي يهبط للميدان يعرف على شنو يقدم، وان شاء الله بقدر ربي الجولات اللي كنا داخل كلها المعلومات هذه داخل المخاخ وان شاء الله تعاون ان شاء الله. اكيد كما تعرف ثم تنقيحات جديده وقع تطبيقها ابتداء من 1 جوان واللي باش تطبق في نهائيات كاس افريقيا، واحنا اليوم موجودين على الاقل مش نوصلوا المعلومه للاعبين نتاعنا، مش على الاقل ثم ديبارتمون تكنيك فيزيك قاعده تخدم تكتيك، احنا زاده في الجانب التحكيمي نحاولوا نفيدوا المنتخب ولاعبي المنتخب على الاقل كي يمشيوا ما يقعوش في الاخطاء البنال اللي يتغير نتائج نتاع مباريات. كما شفت الحمد لله الناس كل كانت معنيه بالدرس هذا وكان الانتباه على اشد. في حياتنا الكل حاولوا أن نوثقوا كل لحظة من حياتنا بالصور وأيضا بالفيديوهات، واليوم مع التكنولوجيا الحديثة لكن فما لحظة هامة وهامة ومفصلية في إعداد منتخباتنا الوطنية التونسية للمواعيد القارية والدولية الهامة. اللحظة متاع الصورة الرسمية كيفاش كانت هذه اللحظة؟ فيتيير مريقلة فاروقة فرطة عارف الكرافات Ready, Mike?
وفات الدروس وفات الصور، ما بقى كان السفر، والسفر نحو العاصمة المصرية القاهرة في رحلة خاصة كانت الجامعة التونسية لكرة القدم وفرت طائرة خاصة باش تخلي الملاعبية مرتاحين أكثر شيء ممكن. تفاصيل هذه الرحلة من انطلاق من الفندق، مطار تونس قرطاج، مطار القاهرة الدولي، والاستقبال الرسمي اللي كان من مسؤولي لجنة التنظيم وكذلك الاتحاد الأفريقي وكذلك سفارتنا في جمهورية مصر العربية للوصول إلى مقر الإقامة والاستقبالات الحار. صور لأكيد وأنا باش تكون ممتازة وتعجبكم. برشا فيديوهات قاعدين بوستيو فيهم على الباج تاع الجامعة التونسية لكرة القدم وقاعدين تتفاعلوا معاهم، أما الفيديو اللي عملت ولا التصويرة اللي عملت البوز أكثر شيء ممكن تصويرة الملاعبية في وسط الطيارة. أنتم شفتوا التصويرة، احنا توش نوريكم الفيديو، تفضل. Wow.
الله بيوصلنا سلمين ان شاء الله ان شاء الله ربي معنا وان شاء الله تونس كل معنا عيد واحدة يا رب ان شاء الله ربي معنا يا ربي معنا ان شاء الله نهار الاربعاء وفاء وخلطنا لهنا لمصر وبدأنا نشاط من أول جديد ودخلنا في الأمور الجدية متاع الكان الأمور الجدية متاع الكان تبدأ بالاجتماع متاع الاستقبال اللي يخصوا الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لكل منتخب يوصل لهنا المنتخبات هذه يجيوا يفسروا لها الأمور متاع الماركتينج الأمور متاع الميديا ويعلموا الملاعبية بكل التفاصيل وبكل القوانين باش نعرفوا الناس الكل على شنو قادمين في مسابقة الكان تفاصيل الاجتماع في الفيتير دي أكثر حاجة يلوجوا عليها الملاعبية بعد نهار الأربعاء ما فماش تدريب على الميدان بداية نهار الخميس ما فماش تدريب على الميدان هي السنساسيون وقت اللي بشافتوا للتيران ويكتشفوا لأول مرة التيران دانترينمون اللي بش يعيشوا فيه تقريبا على امتداد ثلاثة مقابلات دوليرين من المسابقة متاع الكاد اليوم منتخبنا أجرى أول حصة تدريبية ليه هتم نشوفوا أجواء عناصرنا الوطنية التونسية في أول حصة تدريبية وتصريحاتهم وأيضا رأيهم فما حاجة أخرى زادة شافوها الكورة الكورة شنو رأيك فيها؟ صحيح من أول حصة تدريبية قمنا بالأول بتمارين إزالة الإرهاق وبعد بدينا السونساسيون بتاع التيران بتاعنا والحمد لله معناها بدينا الخدمة وبدينا التحضيرات معناها الجدية للماتش دخلنا في الكان صحيح سيرتو نعرفوا معناتها فواياج كان طويل شوية مي كوميم لأنه الوقت الكافي معناتها باش نعملوا الريكوبيراسيون كيما لازم نتصور فاجئنا الملعب ملعب ممتاز زيت شوية معناتها العش ما تعودناش بيه خاطر مش مبلول ومش كل شيء مي نتصور معناتها لحد الآن كونديسيون باهيين برشا كما قلت لك بدينا السوساسيون تاعنا والكرة لهنا كرة غريبة علينا شوية ما نعرفوهاش أما سي بون يعني أول حصة تدريبية الحمد لله هذه صحيح معناتها كرة جديدة كل شيء اليوم أول مرة ترانينا بها كل شيء يمكن ديما يخموا في ليزاتاكو ما يخموش في الجول معناتها بريسك الكرة مريقلة في كل شيء من الديستونس 25 متر معناتها ديما تعملوا معناتها ديما تتبدل ديما تبدل التراجكتوار نتاعها ان شاء الله قدرت ربي منا للماتش الاولاني نكونوا معناتها حاضرين كيما يلزم وان شاء الله قدرت ربي معناتها الحراس نتاعنا موافقين وان شاء الله باش يكونوا معناتها هما البوان فورم نتاع المنتخب ان شاء الله
إذا كان التصويرة بتاع اللعبية في الطيارة عملت آلاف البرتاج وعملت البوز من الناحية الإيجابية برشا ناس تفاعلوا معها بصورة إيجابية، إلا أنه فما تصويرة أخرى كان فيها تعاليق متاع استياء وردود فعل في الحقيقة ما تفرحش برشا. هي التصويرة اللاعب وجدي بشريدة واللي كان بجنبه لاعبية المنتخب الوطني التونسي، وجدي بشريدة اللي كان فقد أخوه في الأيامات الخليلة الماضية بعد ما كان أداله زيارة، واللي بالمناسبة نقدموا له كل ما كان جامعة تونسية لكرة القدم وعائلة موسعة لكرة القدم التونسية ليه ولعائلته لأحر التعازي. دايما الله لا يرحمه وينعمه ان شاء الله ان شاء الله في الجنه. سي خديت اوتوريزاسيون من عند لونترينور قبل ماتش اميكال كونتر بوروندي، الحمد لله جي بي لو فوار اخر مره توا، الحمد لله ان شاء الله بحضر ربي خير ان شاء الله. الحمد لله الجو باهي برشا يخليني معنا نخرج شويه من لي مومون دو دوي، الاولاد الكل عاونوني كو سوا جوريت ستاف و سينو ستاف ادمنستراتيف. الحمد لله اون بون امبيونس ان شاء الله باش نكونوا حاضرين لو بروميي ماتش ان شاء الله. هو قبل ما يتوفى ما دوموندي دو فير تو بور لوي ان شاء الله الكنديه، ان شاء الله بوركوا با نروحوا بالكنديه ان شاء الله لتونس. عاشك اخر حاجه نوفيو بها العدد الاول من مجلتكم هنا الكان اللي باش تكون يوميه وباش تكون موعد قار وتبعتوا الكواليس ومازلتوا بتزيدوا تعيشوا الكواليس. حفل عيد ميلاد ديلان بران 24 سنه، على كل ذكر 24 سنه معدل اعمار عناصر منتخبنا الوطني التونسي في الكان هذه هو اصغر معدل اعمار. اجواء خاصه كانوا عاشوها الملاعبيه راح دي كونتراكتي والناس الفرديين في هذا الترابس. عيد ميلاد سعيد ديلان، ان شاء الله كل عام وانت حي بخير. Dylan, bon, je vais souhaiter un joyeux anniversaire, 24 ans. J'espère qu'il y en aura d'autres et Inch'Allah que tu fasses une grosse canne, Inch'Allah. ختمت حصتنا اليوم من هنا الكان تتزامن مع موعد اغلاق السال دسوا، سكرنا السال دسوا وفاو لي سوا نتاع لي جوار، دونك باش نعملوا طلع على البيلون سونتي نتاع لاعبيتنا. دكتور توا تعديت تقريبا نصف الليل حصه تدريبيه سوا مساج، اعطينا لو بيلون تاع دو لا سونتي دو تو لي جوار، شنو الحاله الصحيه تاع لاعبيكم؟ اليوم قمنا بحصه تدريبيه الساعه 6 نتاع العشيه هنا في السويس، دونك الحصه نتاعنا فات بوقتهم تقريبا الساعة 8:30، كان العشاء الساعة 9:30، بدينا العلاج نتاعنا اللاعبين الكل الساعة 10، كملنا بالوقت نتاعنا يعني تقريبا الساعة معناها نص الليل ونص، دونك الحالة الصحية نتاعنا ممتازة جدا، دونك اللاعبين الكل في صحة جيدة، قاموا بالعمل بالاسترجاع نتاعهم، وكانت حصة معناها مسائية ممتازة جدا، ما سجلنا فيها حتى أي إصابة، واللاعبين الكل على ال 24 لاعب موجودين هنا معنا على ذمة الناخب الوطني. We'll be right back.